أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، مرة ثانية نتحرك مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات في شوط آخر يحمل في طياته فئة الأبكار بشعارات أبناء القبائل، وهو الشوط الرابع عشر في مجموع الأشواط خصص لفئة الأبكار اللقاية المهجنات الأصايل 5 كيلومترات. نتابعها ونرحل إلى مقدمة الشوط وناخذ المركز الأول. المركز الأول هجوم حمد بن سالم بن سليم، هجم على المركز الأول مع هجوم المركز الثاني الشاهينية لعلي بن سلطان بن رشيد الشتبي. أما المركز الثالث خيرة محسن بن علي بن سعيد العويسي، والمركز الرابع هذا شعار المرر على ظهر شواهين خليفة بن محمد بن شاهين المرر. أما المركز الخامس المايدية عبد الله بن ثاني بن شاهين المرر. المتابعة من المركز السادس، المركز السادس وصول من قبل الشامخة سلطان بن عبد الله بن دميثان. والمركز السابع فهنا الضبي سعيد بن مطر بن محمد بالضبيعة الاشتبي. أما المركز الثامن، المركز الثامن مغامرة خالد بن علي بن حميد بن سعيد الهاشمي. والمركز التاسع، المركز التاسع سيوف وعوض بن علي بن عبد الله البلوشي. أما المركز العاشر وأقول اللي هي الهية وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. هذه الأسماء، هذه الأسماء العشرة التي أعلناها وتابعناها وذعناها على حضراتكم. والنعودة مرة ثانية إلى مقدمة الشوط، النعودة إلى مقدمة الشوط الشاهينية لدكتور الأصايل، لدكتور الأصايل راعي الشامخة وراعي الشامخ اللي فازنا اليوم بنقطتين متتاليات. هذا هو الآن يشاركنا مع الشاهينية علي بن سلطان بن رشيد. المركز الثاني أقول هجوم حمد بن سالم بن سليم، والمركز الثالث خيرة محسن بن علي العويسي. أما المركز الرابع شعار المرر على ظهر شواهين خليفة بن محمد بن شاهين المرر. والمركز الخامس أيضا للمرر اللي هي المايدية عبد الله بن ثاني بن شاهين المرر. وهناك بالمركز السادس الضبي سعيد بن مطر بن محمد بالضبيعة. والمركز السابع شعار سلطان بن عبد الله بن دميثان على ظهر الشامخة. وشوف اللي هي المركز الثامن، الثامن يا نايف، نشوف المركز الثامن. المركز الثامن الذهيبة هادي بن أحمد بن حسن بالثيمة العامري. والمركز التاسع هذه مهب بسيطة، مهب بسيطة من شكلها من شعارها من اسمها مطفية تقول كم فقد. والمركز الأول أنا حاضرة، أنا موجودة، أنا قادمة بشعار عبيد بن أحمد بن حمد الظاهري. والمركز العاشر فهنا ذخيرة خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة. هذه الأسامي، هذه الأسماء العشرة التي أعلناها للمرة الثانية بقيادة بن رشيد، بقيادة شعار بن رشيد على ظهر الشاهينية. ولكن عندك خيرة العويسي، خيرة محسن العويسي اللي تختار في المراكز تحركت الثالث. ما شاء الله هذه الصغيرونة، هذه النونوه، هذه الطفلة، هذه الحلوة اللي بدأت أيضا تتحرك تنافس الكبار، تنافس الكبار وتتقدم وتتقدم وتروح. اللي هي هجوم، هجوم بن سليم يهاجم، مرة تقاصر لها يا بن رشيد ومرة تعديها. شوط المنافس ترى يزهو وتزهو له، تقول كنك على الأول موصيها، مرة يسحبها إلى الثالث، مرة يردها إلى المركز الأول، مرة ينسحاب ومر هجوم. العويسي بالمركز الثالث، بالمرر بالمركز الرابع، والمركز الخامس عندنا الذهيبة الهادي بالثيمة العامري. وصلنا، وصل. هذا خطير، هذا اسمه، اسمه يخوف، اسمه يخوف. هذا 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 يعني يا ما حصد، يا ما حصد من الجوائز في المهرجانات، يا ما ذعوبه المذيعين وهنوه وباركوا له. هذا هو الشعار وهذا الاسم. نشوف اللي بالمركز السادس، المركز السادس عندنا الضبي سعيد بن مطر بن محمد بالضبيعة.
والمركز السابع روح يا زهير. خلاص خلاص يا زهير خلاص، قلنا خلاص نكتفي 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 بالخمسة المراكز الأولى. كم واحد عندنا؟ أول كان واحد، صاروا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، عندنا ستة في المقدمة بقيادة بن رشيد، بقيادة بن رشيد موجود هناك اليوم، هناك 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 في المرموم، في المرموم. هذه اللي هني روحهن بس عارفات عند العامل، بس مخلنهن الا بس يهدن من الستار ويصير ويقبضهن عند خط النهايه، ما حد يمل عليهن ولا تدور عصيهن. اظن دي بدون جهاز، بدون جهاز ما اعطى الجهاز، قال له بس فحمهن فحمهن. هذه الان اللي في المقدمه الشاهينيه لعلي بن سلطان بن رشيد. بن رشيد ما شاء الله، قول عني ما تقول، صوبي كم صعب الوصول، واللي ما يطول العنب حامض عنه يقول. قولوا ما تقولون بن رشيد موجود، ما هم موجود ما تلحقونه ما تسبقونه. اليوم 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 ودوم، اليوم ودوم. العويسي بالمركز الثاني، بالطبيعة بالمركز الثالث. خلاص خلاص روح يا زهير، لا لا ترد، لا تتأخر لا تتأخر، خلك خلك هناك، خلك عند الشاهينية، خلك عند الشاهينية لعلي بن سلطان بن رشيد. ما شاء الله تبارك الله الله الله. يوم الهواء بارد ونسناس وكلن حضر واللمة إيلوس تقدمت في شوط حساس، شقل الرباها هو مفروس على اللوايل تاخذ قياس، وتحوز لي في راسه الروس تريك شمك تيفل من الناس، كانها على يبرق ضدوس، تتحسب المصعد من كاس، والطيب كان الدرب منكوس. شوف شوف يوم انتكاس الدرب، شوف شوف يا بن رشيد، شوف شوف يا بن رشيد، يا سلمان يا بن علي، شوف يا سلمان يا بن علي. اسم 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 مبارك سمي على الملك سلمان، سمي على الملك سلمان عندما كان في المملكة قبل 3 سنوات، خذ الرمز وصافح الملك سلمان وسمى سلمان اسم على مسمى، اسم هيبة، اسم رمز، اسم ملك. هذا هو سلمان بن علي بن رشيد الذي يتقدم مع الشاهينية، وأيضا يحصد يحصد من النقاط ويعزز رصيده، يعزز رصيده رصيده بهذه بهذه الانتصارات، بهذه الانتصارات. وهذه الشاهينية تصل إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس وحطت الرحال وبالمركز الأول. كم؟ النقطة الثالثة لبن رشيد، النقطة الثالثة لبن رشيد. ثاني اي اللي باريهن فيصل، اي عرفناه فيصل. طيب الثاني ذخيره العويسي، والثالث 23 سيوف عوض بن علي بن عبد الله البلوشي المدهوش. الرابع توقيت كم؟ 7:47.